تتجوز بانه مالوش يجانا براش تاني اتنين تجتنا قريب ما انت ابن جمالي وخاشي دي اجي جيس الحب اوه بسم الله ماش لبسه يا لطيف اوه جيتو جيتو لا اشتريت قواتي قاتي دروش اوه شيدا شيدا اوه الحزب هذي اوه قاتي دروش اوه انت عايز كابري اوه ما يهدي الدو ديار في قريان ابو قرن وديجا دي دامان دوكور بسم الله زمان نعم دركة زمان راهي تشبيب شمي تاوي فدار جينا إلا دارني في حال المرض تبا فدار ما تغير جال المرض الرياضيات إيه ما تيجي أحسن 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 كلهم صابون قبل دي ياه يمي كواد بال وغيو اللي خلاص عام يمي كيفي اللي 25 عام ايه جاو يتاش بصوت فيه دوبو قام هيدا كيفاش هديتك؟ يا سيدي يا سيدي شريف كان الحرب لحد يغرا وتيجيش خلاص هيك يا شيخ أجي من كلمة سيف إلا داخل إنا قلت في بغنجي علي مديحان خلطة عجل على ذلك قاعد حضيري أنا نغرد بغار براسين إنا قلت في بغنجي علي مديحان مخبارين إذا ما تقول بسم الله Thank you.
كاسيس إيش كان زلمان ديرو يدي كان زابو قد ديال دار وكر دي كان قرو ديال جيرو غيون كان ناطر وخدا سنة وخاوس ميت ميت وخا اوه دار بتشليل منخرطين متساهمين دائما وكان
لم أتعامل مرة نكرم وكان انتظار بجميع المنخرطين باش تزايد ما أصبحين نسمي ولا زايد ما يمشي دوار باش تزيقر الجمعية في قدام ولا تزنى وتنتشجع دائما باش يستمر الخيرات كالعادة أستاذ نحظى بالشرف باش نكرم نشرف مجموعة من الشخصيات التي تساهم دائما في الدعم المادي والمعنوي للدوار والجمعية بشكل خاص. إلا زعما مجموعة من الفعاليات الجمعوية اللي نزلت نذكر من بينها يعني أولا السيد إبراهيم الصالحي نتشكر كما العادة دائما وعند طلب الحاج نجيم يتكلف تكريم الجوائز أو تكريمات اللي راه نذكر نقرا رئيس المحيي جميع الحضور نتبارك الجميع عن الغرض سي علي صالحي اي تفضل اي شهادة او تقديرية لمجموعة من الفعاليات الجميع نشكر جميع من ساهم معنا ويساهم دائما في دعم ومساندة أنشطة الجمعية اللوحة التذكارية فقط هي في لوحة رمزية تذكارية رمزي للسيد مصطفى الشر السيد عيوري لعيد عن رأي سي حسين وحسين الشوقي يتمنى الشهادة تذكرة للسيد مصطفى الشر أكمل الأعضاء كل تشكر جميع المساندين ولا جميع من يساند الجمعيات أو الدوار بشكل عام وشكرا. يا مين دار فلاين تغربوا دائما وجدنا ودراري مبينين يا ناسي الباري فوقين أتسكر عقم صف إن شاء الله ولكني إثنى سيوز ولكني أيوز من البهرة
لقد ذهبت إلى تلك الشجرة وتذكرت جيدا أني أعطيت هذا الرجل نقودي، والله على ما أقول شهيد. صدق، لقد اعترف الرجل أنه أخذ منك النقود، فخذ نقودك. جزاك الله خيرا يا سيدي، وسيرت الزمن بعد. لأن هذه التلاميذ الدوام اللي يقرن جاء دائما باش تجيه في قدام دائما تصيف جمعية يعني نوت جوائز التلاميذ أو الدراري يكون الموضع اللي يقرن يجي من مرة في النقاط مزيانة لأن النقاط تكينين غير المدرسة نتشجع دائما باش تجيه في قدام وكان خيرات قلنا حنا نتحاول باش الجيلات اللي جوج كانت دائما التفوق هما الدراسه اذا جوائز التفوق اذا ما يكتب ابتدائي اعدادي ان غرف احسن نقطه اللي تبي التلميذه الابتدائي تلميذه سناء اسلام اسمها غرف بنيصا سناء اسلام تويت الرتبه الاولى في الاعدادي سناء نقطة 7.6 أي تسلم على المغرب في خليفة القائد باش يتسلم الجائزة يعني. إذا كانت جوج غرف ذكور أحسن نقطة اللي يوتيت هشام الجوبي نقرا هشام الجوبي تلميذ نجيب هشام الجوبي هشام جوبي نقطة 7.36 كيفاش نقرا السيد الإمام سي محمد عيسى حسن جائزة تفوق ابتدائي ذكور عيسى حسن جائزة الجامع الجوبي غير هذا من ماتيس كبار او الاعدادي مستوى الاعدادي التلاميذ تبارك الله لان زعما المستوى الاعدادي اناث عند الفرقين زعما اسماء الصالحين عند نقطة 11 87 راه تقبل جائزة سكينة محمدي وين نفس النقطة هي النقطة دوين راه تقسم جائزة كرات انت نقرا اي اسماء الصالحين يعطيك من النساء باش تكون جائزة تفور أسماء الصالحي النقطة 11 87 غير الإعدادي نقرأ السيد مختار السلام باش تكون جائزة تفور بالنسبة للإناث الإعدادي سالم زاور باش تحسن جائزة التفوق بالنسبة للإناث لإعدادي. التفوق بالنسبة
إعدادي. أكيد بان بان. شو كان محمد ذات الجائزة؟ اسم صالح اسم الجائزة. إذا شو كان محمد ذات كيف تعرف زهور؟ أنت بريك غضوا. تعرف زهور أنت بريك غضوا. مرحبا. نعم يعني بعد أنشطة غضوا. أنا كان تحول من ثقافان نوعيت له. أكيد لو وش كنا نصبر. أرنا قراي يغير بين المسابقة الثقافية اللي يتسكر في مناسبة مهرجان صباحا يوم الاثنين صباحا أرنا قراي المجموعة الأولى الصغار اللي وين تصنعوت المسابقة الثقافية أرنا قراي الحسن طالبي أرنا قراي الحسن طالبي أرنا قراي الحسن طالبي المجموعة رقم واحد الحسن بخير بخير إذا الحسن طالبي مجموعة الحسن طالبي هم موتين المجموعة موتين أربعة أربعة كلمة على الحسن طالبي ولك عقل شوالي يشكلت بخريعة كان جاي غيني هو الكبري هي الحسن طالبي أربعة أربعة كانوا مجموعة الرتبة المهم الجائزة الأولى تشكيل عضو رقم واحد للمسابقات الثقافية علي صالحي هذا نقر بقى علي صالحي علي صالحي علي صالحي هشام سلام توفيق مجموعة أربعة المجموعة الاثنين جوائز تفوق أرنان تدالا بسي إبراهيم صالحي سنسلم جوائز تفوق أو جوائز مسابقة الثقافية قال درام غير مجمع رقم جوج هم متوسط عبد الكريم طالبي عبد الكريم طالبي رقم واحد عبد الكريم طالبي رقم جوج إبراهيم المدني العضو رقم جوج المجموعة رقم جوج حمزة بناو حمزة بناو محمد صالحي محمد صالحي محمد صالحي إذن أربعة ثلاثة رن غريسي حاج محمد صالحي اسم سنين الجوائز جواد السلام جواد السلام عبد الكريم صال جواد خالد جواد خالدي أتمنى جوائز المسابقة الثقافية Thank you.
وصوا أبيان بولي بولي وصوا أبيان نهجي شغل شغل بولي مولا خاف خاف بولي مولا قول قول بولي وصوا نار نار وصل ديلو تجي مولا أبيان شغلي بولي مولا أبيان خفي بولي وصوا أبيان بولي وبنات تتفرج وبنات المسرحيات دائما مع برائم أغربه إن شاء الله هيك بدأت تسلمي المسرحية اللي ويتم واش أحضر في عيد واش لا حول ولا قوة إلا بالله بالتغير. نعم ايه وفي قدرك لي يا امريك لي اتي كل ما تطيني بغشة اتو احسن مدرسة ودرسة شي شي غسل انا دوي غرغ ومريك اتي اشتاكل لي نزالها مشاكل يدور ببيت اتي كامل مدرسة بلي غرسي نسقيت اتي غدوي النتيجة اتي لي فرد غرغوانا أزلك لا تغرق لا إله إلا الله أنا كل التلالي جارجين تكسو تصغيك النالي تجين يغمر نوى إفرتك تجدو علينا إكيادين أنا تغرق أنا تغرق إذن نفسي لكي يسلحك يتسحتي غموضي فولكي يتطغي لك لسكر الغار أتي كل ما تسكرنا واتسجل بك أتي تسجلتي على تكالف الصحبة أتورج البدر أنا جفوك المرأة لتبرى نيسان سنجي ولكن ما نشوف المرأة عند الشغل تواجه تفقرس دور قزمي ولكن اجرت الموت ايدك تقرا ولكن لا حول ولا قوة الا بالله ما استغيث لا حول ولا قوة الا بالله ما استغيث سامي
الدرجة اللي تيجي أقول النور.